2/12/2013. آثار الدمار والخراب الذي حل بهذا الحي جراء القصف العشوائي من قبل عصابات بشار الأسد على حي القرابيس. هذه هي مدرسة التمريض. حمص، حي القرابيس، 2/12/2013. آثار الدمار والخراب الذي حل بهذا الحي جراء القصف العشوائي بجميع أنواع الأسلحة. وهذه هي مدرسة التمريض المعروفة بحي القرابيس. حمص، حي القرابيس، 2/12/2013.